دورة على الطرق، وده اللي هنتابع مع حضراتكم من خلال خريطة جوجل، هل أثرت على حركة المرور ولا لأ؟ الخريطة موضحة أنه صلاح سالم حركة المرور فيه جيدة. المنطقة الواقعة عند كوبري أكتوبر اللي جاي من مسجد الرحمن الرحيم متجه لكوبري أكتوبر، المنطقة دي فيها بعض الكثافات ممتدة لمسافة. كوبري أكتوبر في الاتجاهين زحمة، خاصة القادمين من مدينة نصر رايحين لوسط البلد. منطقة وسط البلد فيها بعض الكثافات غير مؤثرة بشكل كبير على حركة المرور. والكورنيش قدام وزارة الخارجية بيسير بشكل جيد، وكورنيش الزمالك وكورنيش العجوزة كله حركة المرور فيه جيدة 15 مية. ونبص برضو بصة سريعة عليه لأنه في بعض الأيام مش كلها بيشهد بعض الكثافات، وبما أنه النهاردة بداية انطلاق امتحانات صفوف النقل ربما يكون في تغير في حركة المرور، لكن لا كالمعتاد 15 مايو بيسير ايضا بشكل جيد. ولو شفتوا كمان في محيط بقى العجوزه والزمالك والمهندسين زي ما احنا شايفين، او حتى المناطق اللي حواليها مدارس، الحمد لله ما فيش اي احجام للمرور يعني النهارده في محيط هذه المناطق. اذا حركه المرور جيده فيما عدا المنطقه المعتاده. القادمين من مدينه 6 اكتوبر نازلين ناحيه ميدان لبنان والمهندسين، هذه المنطقة اللي بيتخللها كثافات مرتفعة اللي بيعبر عنها اللون الأحمر. توصلوا بألف سلامة يا رب. المرور يعني في مجمله بيسير بشكل جيد جدا النهاردة. خدوا بالكم من الشبورة خاصة على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية. خدوا بالكم والتزموا بالسرعات المقررة وإجراءات السلامة، وتوصلوا بألف ألف سلامة.